السلام عليكم، أنا عدي أحمد، أردنية مقيمة بدولة الإمارات. عندي شركة تنظيم معارض ومؤتمرات. جيت مدعوة على فاس من رئيس غرفة فاس ومكناس سيد عبد الملك البطين لحضور المعرض الأول لصناعات الجلدية، ومعرض جدا رائع، تقريبا 4000 متر، 120 محل من أفضل أنواع جلود المصنوعة في المغرب وطرق الصناعة تبعت الجلود كاملة.